احنا دايما بنحب كده ان احنا نبتدي اليوم بقصص تدينا امل، ومش كل يوم هنلاقي حكايه زي الحكايه اللي احنا هنحكيها دلوقتي، وهي حكايه هبه الجهري من محافظه الشرقيه اللي ارتبطت بجوزها بعد قصه حب كبيره جدا. عشان كده لما جوزها احتاجها وقفت جنبه وفي وقت مرضه، كان قرارها ان هي تتبرع عليه بفص كبد كامل عشان يقدر ان هو يتجاوز المحنه المرضيه دي ويكمل حياته مره تانيه. صحيح، ممكن اي حد تاني يتردد، يقلق، يكتفي بأنه يكون بس موجود معاه في هذه المحنة، لكن الحب والعطاء لهذه السيدة هو اللي يمكن خلاها أن هي يعني تقوم بالتضحية دي وتعمل الموقف ده. عادة دايما بنقول الحب هو اللي بيخلي الناس تكمل حياتها وتعيش سنين طويلة جدا في ود وتفاهم. خلينا نشوف حكاية هبة في التقرير اللي جاي. قصص الحب دايما مرتبطة باختيار شريك الحياة، بس هل يا ترى عشنا معنى الجملة أو اكتشفنا مع مرور الأيام والشهور والسنين إننا اخترنا شريك الحياة بجد؟ ده اللي اكتشفناه في حكايتنا معاكم من محافظة الشرقية، حكاية أبطالها أثبتوا فعلا إن الحب مش بس حلاوة البدايات، لكن بحلاوة الاستمرار وقت الأزمات، وإنهم عرفوا يختاروا بعض صح، وإن بطل منهم قرر ينقذ التاني عشان يكمل معاه ويكون فعلا شريك الحياة. أنا عرفت مراتي عن طريق صديقي يعني، فرحت لهم ولقيتهم أبوها الله يرحمه كان متسامح جدا ومتساهل جدا في موضوع الزواج. هو أول ما تقدمني حسيت إن هو إنسان كويس ومحترم وطيب وكده، والدي برضه توسم فيه إن هو كويس. تعبت شوية ورحت عملت شوية تحاليل، مجموعة تحاليل ظهر منها إن أنا عندي فيروس سي، هي حالة نشطة يعني. قلت لهم يا جماعة أنا رحت عملت تحاليل وكده وطلع عندي فيروس سي. كان ساعتها الفيروس ده من 17 سنة ما كانش له علاج ولا الكلام ده خالص، زي النهاردة كده العلاجات موجودة والحياة متاحة وكده يعني. كنا طبيعيين عادي خالص، بعدين فجأة هو قال لي إن هو مصاب بفيروس سي وحالة نشطة، فأنا زعلت جدا وعيطت وكده وقلت لوالدي. طبعا والدي قال لي انت ده حاجه حريه خاصه بيكي، عايزه تكملي كملي، وانا برضو كنت موافقه على رايه لان انا قلت يعني برضو مش هتخلى عنه. ما كنتش متوقع يعني تماما ان هم هيوافقوا، خصوصا هي بنت وحيده لابوها وامها، وحسيت انها ان هم ناس مؤدبين. لازم، اصل العمليه مش لعب عيال يعني، ده دي حياه مع بعض مشتركه بتمشي فيها على الحلو وعلى المر. مع الوقت تعبت، الهضم ما ظبطش معايا، تيجي تاكل تلاقي نفسك مش قادر تهضم. وبعدين بعد كده رحت معهد الكبد القومي في فم الخليج في القاهره، خدت 48 حقنه في البطن، طلع برضو الفيروس زي ما هو بعد ال 48 حقنه. وبعدين بعد كده تعبت برضو، وبعدين طلع العلاج الجديد اللي هو السوفالدي، خدت السوفالدي لمده 3 شهور برضو ما نفعش، راحوا مديني سوفالدي زائد ديجلانزا تاني 3 شهور برضه ما نفعش، راحوا مديني سوفالدي وديجلانزا ونوع ثالث لمده 6 شهور. بعد كده ادى ايه؟ نيجاتيف، هذا الفيروس راح. بس الفيروس قبل ما يمشي كان ليا في الكبد كله. بعد كده اكتشفت ان عندي ورم في الكبد. فالدكاتره يقول لي كده مالكش حل الا انك تزرع. طبعا ازرع كبد حاجه مكلفه، واجيب من فين؟ واجيب من متبرع؟ بصيت في جرايبي كلهم، في اقرب الناس ليا ما لقيتش حد. مين هيديني؟ مش حد هيديني، اذا كان الناس ما بتتبرعش بكيس دم هيدوني كده؟ هيدوني كده؟ والله اول ما عرفنا موضوع الورم دوت وزراعه الكبد زعلت جدا يعني، ان بعرف ان الورم ده خلاص يعني وفاه، ففكرنا كده وزعلنا وكده والحمد لله، بس برضه ربنا حط في قلوبنا الامل برضه. قلت لهم يا جماعه انا ما اقدرش احكم على حد في حياتي كله الا مراتي دي، وكانت ضعيفه خالص كده يعني، بقولها بهزار بضحك يعني. فكان موقف معايا استاذ دكتور يحيى زكريا قال لي لا مش انت رجل تنفع وما تنفعش، نعمل تحليل. فهي كانت واقفه معانا جت نعمل. فلما الدكتور قال ايه رايك تعملي تحليل؟ قلت اه. قال لي عملنا التحليل طلعت فصيله الدم متطفى. قال لي نكمل؟ قلت له اه كمل، كمل باقي التحاليل كلها عادي خالص. بدانا على طول في الاجراءات لغايه لما خلصنا، بس كانت العيله عندي في البيت كانوا معارضين، وعندها برضه كانوا معارضين، لان الحاله كانت ميؤوس منها، الحاله كانت خطيره صعبه،
فكان بيقول لك لا خلاص دي يعني انت يعني كده الله يسهل لك، انت هتموت شهيد. حتى كان في صعوبات لازم اتنين من قرايب هيوافقوا، فصعب عشان تجيب من اهلها اتنين يوافقوا. الاهل بقى هم اللي كانوا ايه معارضين، يقولوا لا كفايه واحد بس يخش العمليات، خليك انتوا الاثنين في اوضه العمليات، ويا عالم هيجرالكم ايه وعيالكم مش لهم حد وعيالكم مين يقعد بيهم. بس طبعا اراده الله فوق كل شيء. والله انا كنت بقولها يعني مش لازم، يعني اصل اللي احنا المكتوب هنشوفه خلاص ومش لازم تتبرعوا كده، بس هي يعني ايه هي اللي صممت على التبرع يعني عشان خاطر الحياه تبقى مستمره ونعمل اللي علينا عشان مش نرجع نقول يا ريت، نعمل اللي ربنا يوفقنا بيه، وتسهيل ربنا بقى هي اللي بتوفقنا لكل حاجه. والله أنا كويس تمام صحياً 100% زي واحد طبيعي عادي خالص. هو بس بتابع باخد علاج وبتابع مع الدكاترة، بيتابعوا لي المناعة نزلت طلعت، زود المناعة نزل المناعة شوية وكده، أدوية المناعة وكده بس، وكويس الحمد لله تمام طبيعي خالص، صحتي طبيعي خالص ومارس حياتي كلها طبيعية. طبعاً مبسوطة طبعاً إن هو كويس في وسط ولاده وفي وسطينا نفس الوقت، يعني الحياة ماشية طبيعية الحمد لله، ووجوده في حياتنا برضو حاجة حلوة طبعا. لو أنا مش بحبه يعني مش معقولة كنت عامل في نفسي كده معايا. البني آدم المتفاهم وبعرف مصالحه وعارف هو بيعمل إيه، مفيش خلافات. الحب بيزيد أصلا، بيبدأ صغير وبيكبر. الحب معاني كبيرة، الحب ده حياة، يعني كل واحد بيراعي شعور التاني في كل حاجة، يكون في تعاون ومحبة. لما يكون في حب الإنسان بينسى وبيسامح وبيتواضع وبيرجع كل حاجة لأساسها. دايماً قصص الحب بتكون مرتبطة باختيار شريك الحياة، بس أعتقد أول مرة نعيش الجملة وتثبت لنا حكاية أحمد وهبة إن الحب الحقيقي مهما مر عليه الأيام والشهور والسنين بيفضل ساكن جوه القلب، وإن الحب مش دايماً بحلاوة البدايات لكن بحلاوة الاستمرار وقت الأزمات، وإن البطل الحقيقي اللي بينقذ التاني عشان يكمل معاه ويكون فعلا شريك الحياة. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.